واضح تماما بأن الفريقين عندهم النية بالانتصار. أوه هو الله الله الله، التفويتة أحلى من الهدف، التفويتة يا لابا أجمل من الجول. الله، هدف للزعيم، يبدأ بالضرب بالصميم. هنا كرة جميلة، وصلت جميلة، بدايتها كانت حلوة، التفويتة حلوة، يرمي لينكو قدمة حلوة، الزعيم يتقدم مبكرا بأول أهداف المباراة. يا سلام، شوف شوف سفيان رحيمي على الجانب الأيسر، لعبها لابا، فوتها يا أرميلينكو في المرمى. تتحرك شباك العميد مبكرا، في 5 دقائق أولى يسجل الزعيم أول أهدافه في هذه المباراة في مرمى العميد النصراوي. يا له من تحدي ما بين أقدم الفرق في الإمارات وما بين أكثرها تتويجا ببطولة الدوري في هذه اللقطة. يا سلام، يا أرميلينكو يضع هدف جميل جدا في المرمى. العميد النصراوي الغلبة، كل الغلبة، هذه جول، هذه جول، هذه جول. الله الله الله، خذها يا محمد شاكر، خذها، إنها من العميد، إنه ريان ميريديز يسجل الهدف، هدف التعادل. خطأ للمرة الثانية يا محمد شاكر، ما الذي فعلته؟ ما الذي ارتكبته؟ سجل ريان وعادهم للمباراة. لم ينجح ريان في المرة الأولى، لكن الثانية كانت ثابتة، ثبت فيها محمد شاكر، اتقدم فيها، وبالتالي اعتقد هدف جميل لريان مينديز، اول هدف يسجله في مرمى الزعيم في مسيرته في بطولة الدوري، اول هدف يسجل ريان، وبالتالي ربما يكون اهم هدف ان لا يخسر هذه الجولة. العميد النصراوي يضع الكرة بكل اريحية من فوق حارس المرمى خالد عيسى، ويعود الزعيم الان العميد يعود في هذه اللحظات، يسجل في مرمى الزعامة، وبالتالي المباراة الأول. هنا لمسة إريك، وصلت إريك، خطيرة من الخطير دائما لابا، يغيب كثيرا وطويلا، ولكن لابد أن يضع بصمة قبل أن تنتهي المباراة. لابا كوجو يسجل على طريقة رابح مجر، على طريقة من سحر العالم بكرة القدم، لابا كوجو بلمسة، وصلت الزعيم، يعود للتقدم من جديد على العميد النصراوي بلمسة ولا أروع. أوه هو، الله يا إيريك، الله يا لمسة، الله يا فنان لابا كوجو. يا سلام يا سلام، على هدف جميل، على طريقة رابح، على طريقة الكبار، على طريقة من يرتدي شعار الزعامة، يضع لابا كوجو ويحتفل مع جماهيره ومع أصدقائه بهدف جميل للغاية من بين الأقدام. يا عبد الله التميمي، يعود لابا ويضع الكرة بهذه الطريقة، ولا أروع ولا أجمل يا لابا. يا سلام، لابا هرب، هي فرصة جول، جول، نعم، خلاص أنهاها لابا، وعادل علي مبخوت، أنهاها لابا وتعادل مع علي مبخوت. نبدأ من الأول يا مبخوت، 9-9، والرقم 9 هو من يضع الكرة في المرمى، مسجلا في هذه اللحظات الهدف 9 له شخصيا، والثالث ورصاصة الرحمة في مرمى العميد النصراوي. لابا، يا له من هروب ويا له من توغل، وفرصة مثل هذه ما تضيع يا لابا، ما تضيع كما ضاعت الكثير في اللقطات الماضية، هذه فقط لا تضيع، بالفعل ما ضاعت، وسجلها لابا، واحتفل فريق نادي العين بالهدف الثالث، واعتقد بأنه خلاص أنهى المأمورية.